وهكذا طرحت في الفيديو السابق انك انت لما تعمل قعدة في مكان حلو، قعدة في مكان حلو سواء كان مع البحر او مع القهوة تساوي راحة نفسية وتساوي نسيان الهموم. قعدة حلوة، تقعد قعدة حلوة مثلا هنا قدام البحر، لو مثلا في كراسي وترابيزة جنب البحر، قعدة حلوة مع البحر تساوي نسيان الهموم وتساوي نسيان الإحباط. وخاصة ده مهم جدا للبحر، مهم لكبار السن وللناس كلها جميعا. فعيش حياتك مع، اعمل قعدة في مكان حلو مع البحر.